عناوين والنشرة. أهلاً بكم. الاتحاد البرلماني العربي يشيد بجهود الملك لدعم القدس. الاتحاد البرلماني العربي يرفض وصاية واستعلاء البرلمان الأوروبي اتجاه أي دولة عربية. سلاح والجو المغربي يشارك في تمرين عسكري بالإمارات. وانخفاض الأسعار مهني والمطاحن يطمئنون المغاربة على وضعية السوق قبل رمضان. في الورقة الرياضية، خوان كارلوس غاريدو مدربا جديدا للوداد بعد فسخ عقد التونسي النفطي. أشاد الاتحاد البرلماني العربي بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة. كما أشاد الاتحاد خلال مؤتمره 34 المنعقد بالعاصمة بغداد يومي 25 و26 فبراير الجاري بما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس من مساع وجهود لتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطيني. شدد الاتحاد البرلماني العربي على رفضه نهج الوصاية والاستعلاء الذي يحاول البرلمان الأوروبي اتباعه اتجاه عدد من الدول العربية المستقلة ذات السيادة بهدف التدخل في شؤونها الداخلية وفرض وصايته عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. وحذر الاتحاد البرلماني العربي من تبعات وعواقب تسييس ملف حقوق الإنسان أو أي ملف آخر. يشارك المغرب في الفترة الممتدة من 27 فبراير إلى 17 من مارس في التمرين العسكري إلى جانب القوات الجوية للإمارات العربية المتحدة. وتحظى القوات المسلحة الملكية المغربية باحترام وتقدير كبير من لدن شركاء وحلفاء المغرب، حيث أضحت المملكة قبلة سنوية لمختلف القوات الجوية البرية والبحرية الكبرى. أكد مهني قطاع الدقيق أن الأثمان تنخفض بشكل ملموس قبيل حلول شهر رمضان، مطمئنين المغاربة بخصوص تموين السوق. وشهدت أسعار العديد من المنتجات ارتفاعا في الأشهر الماضية، لكنها سجلت تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين وفق ما أكده المهنيون. ويرى رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن أن الأسعار الحالية في متناول الجميع. وفي الخبر الرياضي، تعاقد نادي الوداد الرياضي مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا جديدا للفريق خلفا للتونسي مهدي النفطي. ويتولى الإسباني الذي درب سابقا الرجاء مهامه كمدرب لبطل المغرب وإفريقيا عقب سلسلة نتائج سلبية خلال تولي التونسي المهدي النفطي تدريب القلعة الحمراء الودادية، وهو ما أغضب الجماهير الودادية وطالبت برحيل المدرب التونسي الذي فشل في كل شيء.